الله يستهزئ بهم. أسند الاستهزاء هنا إلى الله، كيف يحق أن يسند الاستهزاء إلى الله تعالى؟ والاستهزاء مثل السخرية مشان البشر، لأن هي انفعال وحيلة واستهزاء واحتقار، هذا منزه عن الله سبحانه وتعالى، تعالى أن يكون أفعاله مثل البشر. فالمقصود الله يستهزئ بهم، ولكن ليست هذه الكلمة فقط، كل ما يسند إلى الله في الظاهر وهو لا يليق به ولا يمكن أن يفسره بطبائع البشر وما عليه البشر من انفعالات ومن غرائز. مثلا غضب الله عليهم ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أيضا نسوا الله فنسيهم، ومن هذا القبيل، سخر الله يسخرون منه سخر الله منهم، السخرية والمكر والكيد والنسيان والهزل والغضب، كلها هذا لا يمكن، لا تليق بالله سبحانه وتعالى بمفهومها البشري. فكيف نفسر هزء الله بالمنافقين أو بغضب الله على المغضوب عليهم أو مكر الله، أو يخادعون خديعة أو يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخره. هناك عدة آراء في هذه المسألة. مذهب أهل السلف أن هذه الكلمات لا نخوض فيها ولا نتأولها وننسبها إلى الله كما جاءت، ولا نعمل فيها لا بتفكير ولا بالتفسير ولا بالتشبيه ولا بتمثيل ولا بتعطيل ولا بغير ذلك. قال الله له مكر، له مكر لا نعلم حقيقته ولم يكلفنا معرفته. إذا شيء لم يكلفنا الله لماذا احنا نتكلف؟ الله له غضب، غضب ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله له مكر، قال فأنساهم، له نسيان، كيف؟ الله أعلم به، لسنا مكلفين معرفة هذه الأشياء، وعلينا أن نقف عندها ونسلم بها كما وردت. وهذا هو المذهب الأحوط والأسلم والذي أمين به وأكون به، لأن الله سبحانه لم يكلفنا هذه الأشياء، علينا أن نهتم بالأشياء التي كلفنا الله إياها ويكفينا ذلك، ولا نخوض في أشياء لم يكلفنا الله إياها. هناك وما عليه جمهور العلماء في الواقع وجمهور المفسرين أن ذي الاستهزاء والمكر والكيد والغضب والخداع والنسيان وما إلى ذلك هذا من باب المشاكلة. المشاكلة هذا باب من أبواب البلاغة، ومعنى المشاكلة ذكر اللفظ أو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، يعني يذكر الكلمة بجانب كلمة أخرى مثلها ولكنها تخالفها، هي شكلها في اللفظ ولكن تختلف عنها في المعنى، هذا ما يسمى مشاكلة. فالله سبحانه وتعالى قال الله يستهزئ بهم، كلمة يستهزئ بهم جاءت في مقابل مستهزئون، مادة واحدة،
فجاءت كلمه ومكروا ومكر الله، مكر الله جاءت بحذاء كلمه ومكروا، فذكرت لان لوقوعها في صحبتها في جمله واحده، يسخرون منهم سخر الله منهم، نفس الشيء، نسوا الله فانساهم انفسهم، انساهم ذكرت بإزاء اللفظه السابقه نسوا. طيب هذه المشاكلة ما هو القصد منها؟ قال القصد منها ليس معنى اللفظ، وإنما المقصود لازم المعنى. ما الذي يلزم من مكر الكافرين؟ يلزم من مكرهم عقابهم على مكرهم ومجازاتهم. إذن ومكروا ومكر الله، مكروا والله جازاهم على مكرهم بما يستحقون من عقوبة وجزاء. الكيد نفس الشيء، يستهزئون الله طبعا، لا قالوا لا نفسر الاستهزاء بالمعنى المعروف لدى البشر، يتنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات البشر، إنما يعاقبهم الله ويجازيهم على استهزائهم بالمسلمين. فالقصد لازم المعنى وليس القصد معنى اللفظ الشكلي.